شهداء ومئات المصابين في اعتداءات على مسيرة العودة الكبرى شمال غزة، والفلسطينيون يتمسكون بحق العودة في جمعة ثانية للصمود. البرامج التنموية تنعش المناطق النائية بإليزي، وفي النشرة نقف عند معاناة من فقدوا الوصال مع فلدات أكبادهم بعد رحلة مخاطرة على قوارب الموت. الجزائر ضيف شرف المعرض الدولي للكتاب بتونس، وحضور مميز لمئات الناشرين والكتاب. نتابع أيضاً وفي اليوم العالمي للصحة إدراج الخدمة الجوارية ضمن الأولويات، وفي الانشغال البيئي مخطط استعجالي لتصنيف مركب صنهاج بسكيكدا محمية طبيعية بامتياز. نشرة الأخبار، أهلا بكم. فلسطين، 8 شهداء وأزيد من 1070 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على مسيرة العودة الكبرى في جمعة الصمود الثانية التي تلي ذكرى يوم الأرض، ليرتفع عدد الشهداء إلى 21 شهيدا وأزيد من 2000 مصاب بالرصاص الحي. وأمام صمت دولي مطبق تبقى إمكانة التكفل الطبي محدودة بالنظر إلى تزايد عدد الجرحى والمصابين. المشهد نقلته كاميرا تلفزيون الجزائر ميدانيا على حدود غزة. استمرارا لمسيرة العودة الكبرى وبمشاركة آلاف الفلسطينيين لليوم الثامن على التوالي، بدأ الزحف الجماهيري يسير نحو الحدود الشرقية للقطاع في ظل استعدادات من قبل الشبان الفلسطينيين الذين أشعلوا إطارات السيارات علها تحجب الرؤية عن القناصة الإسرائيليين. احنا اليوم جينا نوصل رسالة للعالم، جايين نطالب بحقنا، بحريتنا اللي انسلبت منا، بأرضنا اللي انسلبت منا. احنا هان جينا وهي الكوشوك موجود، فيش غير كوشوك الموجود لنحمي حالنا من بطش القناصة الإسرائيلية اللي استهدفت أطفال، شباب، نساء، شيوخ. جهود لم تمنع جيش الاحتلال من استهداف المدنيين وحتى الصحفيين منهم، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى الذين تناثروا على الأرض ليروها بدمائهم، مؤكدين على حقهم بالعودة إليها في ظل نقص الخدمات الطبية ومجهودات من المتطوعين. تكون دولة الاحتلال اقترفت جرائم موصوفة ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وأيضا ترقى إلى مستوى إرهاب دولي منظم يواجه مدنيين عزل بالرصاص الحي والذخيرة الحية ومستهدفين المدنيين في صورة واضحة في الأجزاء العلوية. ووسط إطلاق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز، حاول الفلسطينيون أن يجدوا وسائل بديلة للتخلص من الغاز الإسرائيلي السام، لكن استعدادات الاحتلال كانت أكثر دموية وطالت المئات. يعني حاجة هذه متواضعة، لكن برضو عملت علي إشي ومنه. طب كانت الغاز جنبي ما عملت زي ما كنت من دونها، يعني خففت عني. عملنا فيها حديدة كولا وقنية وورقة معطر وقهوة وورقة معطر تاني، عملناها عشان ما نشمش غاز. فالفلسطينيون يؤمنون بأن أرواحهم ليست لديها ثمن، وأن هذه المظاهرات السلمية ستقرب من وقت عودتهم إلى أراضيهم. إن لم يكن اليوم فإنها ستقصر حتما من الوقت والزمن. من الحدود الشرقية للقطاع، وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. ومتابعة للتطورات الميدانية معنا مباشرة عبر الهاتف مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. وسام، مساء الخير، ضعنا في مستجدات الوضع. نعم أمينة، كما ذكرت 8 شهداء فلسطينيين، ولكن عدد الإصابات قد ارتفع قبل قليل. ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابات وصلت إلى 1350 جريح فلسطيني، من بين هؤلاء المصابين 81 طفلا، إضافة إلى 24 سيدة وستة صحفيين فلسطينيين أصيبوا خلال تغطيتهم للأحداث على طول الشريط الحدودي في خمس مناطق رئيسية من شمال القطاع إلى جنوبه. سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت غلاف قطاع غزة منطقة عسكرية
وأصدرت بعض القرارات بمنع دخول إطارات السيارات إلى قطاع غزة، وذلك أيضا في تزامن ذلك مع نداءات استغاثة من وزارة الصحة الفلسطينية لعدد المصابين الذين وصلوا المستشفيات في ظل نقص الإمكانيات والاستعدادات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من الجرحى الفلسطينيين. لا شك أنه ساعات قليلة لربما بعد صباح غد سيقوم الفلسطينيون بتشيع جثامين شهدائهم الثمانية، ولربما تكون هناك أيضا زيارات للجرحى الفلسطينيين. على المستوى السياسي هناك إدانة واسعة سواء من الرئاسة الفلسطينية التي أوعزت بمسؤوليها في الأمم المتحدة ومندوبيها في الاتحاد الأوروبي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية والبشعة ضد الشعب الفلسطيني والأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى إدانة من كافة القوى والفصائل الفلسطينية. الجميع هنا يؤكد أن هذه التظاهرات هي سلمية، هي تطالب بحق العودة، تطالب بحقوق الشعب الفلسطيني التي تكفلها كافة القوانين الدولية. لربما المشاهد الأكثر صعوبة عندما تري كافة الفئات الفلسطينية سواء النساء، شيوخ، أطفال من كافة الأجيال يشاركون في هذه المسيرات على طول الشريط الحدودي، يرفعون علما واحدا ألا وهو العلم الفلسطيني، مطالبين بحق عودتهم إلى أراضيهم التي احتلت عام 48. نذكر هنا أمين أيضا بأن هذه المسيرات ستستمر إلى غاية ذكرى النكبة والتي تتزامن يوم 15 من مايو المقبل. لربما يكون هناك أيضا فعاليات أخرى ينظم لها الفلسطينيون هنا خلال هذه الأسابيع المقبلة ترقى إلى مستوى الحدث الذي يجري ولربما يكتبه الفلسطينيون في هذه الأيام بدمائهم. بالتأكيد وسام، وما ضاع حق وراءه مطالب. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. شكرا وسام. في شأن الصحراوي، قمعت قوات الاحتلال المغربي مسيرة سلمية لعائلات معتقلي كديمزيك بالعيون المحتلة. المسيرة رفعت خلالها الراية الصحراوية وسط نداءات بإطلاق سراح المعتقلين والمطالبة بالاستقلال والحرية. انطلقت اليوم الدورة 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب، وذلك بحضور وزير الثقافة عز الدين مهوبي الذي طاف رفقة نظيره التونسي بأجنحة المعرض، حيث تحضره الجزائر ضيف شرف الطبع بأزيد من 80 دار نشر وطنية. يقول حمزة أحمد بالقصة. نقرأ لنعيش مرتين، شعار معرض تونس الدولي للكتاب والذي يعرف مشاركة الجزائر كضيف شرف لهذه الطبعة. الجزائر التي ميزت مشاركتها بتقديم العديد من الإصدارات لكتاب وروائيين جزائريين بالإضافة إلى إشراك دور نشر وطنية. العلاقات التاريخية بين الشعبين ليست وليدة اليوم ولا وليدة هذه اللحظة، بل هي يعني تضرب بجذورها في عمق تاريخ المنطقة، ولكن دم الشهداء في سقيط سيدي يوسف شاهد على هذه اللحمة الكبيرة بين الشعبين. سعداء لوجودنا ضيوف شرف الطبعة 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب. يعني بلد عزيز علينا جزائر، يعني ضيف تونس وضيف المعرض تونس الدولي للكتاب الجزائر، ونستضيفها بحضور معالي الوزير عزين مهوبي وكذلك من خلال أدباها ومثقفيها وعلمائها، وفي نطاق ما يمكن أن يكون من هذا المد الجزائري للحضارة الإنسانية بصفة عامة والأداب الإنسانية بصفة عامة. المعرض الذي عرف مشاركة 259 عارضاً من 25 دولة كان فرصة لتكريم العديد من الروائيين والكتاب بينهم جزائريون تقديراً لإسهاماتهم الأدبية. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه صباح اليوم للسلطات العسكرية بيت من رست، ويتعلق الأمر بالمسمى ميم سيد عمر المدعو أبو حميد، والذي التحق بالجماعة الإرهابية عام 2013. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة. وبيت من رست دائما، سلم إرهابي ثاني نفسه اليوم للسلطات العسكرية السادل، ويتعلق الأمر بالمسمى ميم
سيدي مختار المدعو مبارك الذي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزن ذخيرة مملوء. وكان هذا الإرهابي قد التحق بالجماعة الإجرامية في عام 2014 لترتفع بذلك حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل الجاري إلى 4 إرهابيين، فيما تم حجز 4 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة. وفي سياق متصل وإثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش أمس بسكيكدا مخبأ للإرهابيين. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش ببرج باج مختار منقبا عن الذهب بحوزته 500 غرام من مادة الديناميت المتفجرة، كما أوقفت مفرزة للجيش وعناصر الدرك وحرس الحدود بكل من وهران ومعسكر وتلمسان 6 تجار مخدرات. تعيش عائلات 12 شابا على أمل عودة أبنائهم الذين انقطعت أخبارهم بعدما هاجروا بطريقة غير شرعية من شاطئ مستغانم هذا منذ 5 أشهر بحثا عن نعيم مزعوم، مخلفين حرقة وسط عائلتهم. محمد الأمين بوتومي. قبل 5 أشهر من الآن 12 شابا خرجوا في رحلة بحرية غير شرعية من شاطئ عيزب بمستغانم. في غضون هذه المدة لا أخبار حول مصير هؤلاء. عائلة شباب الغائب تسرد لنا تفاصيل ما حدث. أنا ما قاليش النهار اللي نروح فيه، ولا يقول لي من تحوسي عليا ما تصيبينيش بلاكي تتهولي. قلت له والجلالي ولدي ما تحرقش أنا مريضة. في ذاك النهار بالجمع يعني عقل عليه بالجد نروح ننوضه هاك مغطي وجهه، نروح ننوضه نقول له نوض فوضي تشرب القهوه، يقول لي ما مازال الحراني نعسه وهاك راني ندور انا وحدي في الدار ولا هي مع اخته نافسه. يا قلت لك ملي قعدت نقي منا ولا عيطوا له هذاك اللي عيطوا له. صيف ودنا في رحبه وجامي هكا قال لي باللي حاج باللي غادي نحرق. حتى انا نهار تيالي جا سلم عليا قال لي باللي راني نحفي بوضح. في الاول كان يهضر على الحرقه كان باغي يروح وما كانش باغي يروح، ومن بعد مي شاف داك الجار اللي حدانا راح تما ولا مضروب على الحرقه ولا يحوس اوبليجي يروح على الحرقه يحرق. انا اللي ديت تجربه قدامه هضرت معاه قلت له ودي البحر ما يرحمش، قال لي ما كاش خدمه قلت له الحمد لله قلت له هنايا ندير وقف. يجربون كل الطرق لاستبدال الزمن بخبر غير الذي يفجع قلوبهم، يتبادلون أخبارا غير مؤكدة عن فلذات أكبادهم. ما عرفنا راه موتى ولا حيين ولا محبوسين ولا ما عرفناش كاع وراه وما صراش واحد كاع اللي ماتوا قسم البحر. رفدت علينا مرة تما كاينة في الكون مي قلنا لها قالت لنا قلنا لها قالت لنا زعما عطونا غير اسم الاسماء واتو كاع، قلنا لها نور الدين قالت لنا حفاف قلنا لها واه قالت لنا راه لهنا. هذا واحد من اللي راح واه من 12 واه ديجا جارنا هنا خونا مسكين وكاع قالت لنا راه لهنا قالت لنا الجماعه عاودوا عيطوا لي راك فاهم. والجماعه من عيطنا لهم قالت لنا قلت لكم عشيه عيطنا العشيه قالت لنا واه قالت لنا عطوني شويه اسم واحد نور الدين قالت لنا حفاف قلنا لها قالت لنا مازالوا على يد لا بوليس. تسمع لحقوا هما قالوا لنا من هذا خبر ما سمعنا حتى حاجه. كون غير نلعب موتى يوروا لنا ولا محيين جبدوهم لنا حنا ماهمش انساب وروا لنا غير وراهم الا راهم حيين وعندهم والقانون يقول ينحبسوا الطن خليهم ينحبسوا. أكثر ما يحرك العواطف في موضوعنا ليست قوارب الموت التي خاضت المجهول، أكثر ما يحزن في هذه القصص دموع الأمهات، حرقة الآباء، أنين الإخوة وفراق الأصدقاء على مصير غير معلوم. هم اليوم يناشدون السلطات لمساعدتهم والنظر إلى حالهم وأبنائهم. دولا جنس غير ولادنا يقولوا لنا ولادكم وين راهم؟ لا إله إلا محمد رسول الله ما طبنا انحرقنا نكوينا ما طقناش. ما طالبين حتى على حاجة نحوسوا غير على ولادنا كما نقولوا كاش ما تعاونونا كاش ما. الخبر اليقين هو حياة لدى هؤلاء، أذن حاضرة وقلب معلق. وأعين الشباب على هاتين الوحدتين لتحلية المياه وتوليد الكهرباء المنشأة على نفس الشاطئ شاطئ عيزب.
وفرص التشغيل أيضا متاحة لشباب منطقة أفرا النائية بولاية إليزي بالنظر للحركية التنموية التي تشهدها والتي تتمثل أساسا في شق الطرقات والمسالك وحفر الأبار، إضافة إلى حصص سكنية ريفية. المتابعة لإبراهيم بالخير. مشاريع مختلفة تعرفها بعض المناطق النائية بولاية إليزي بفضل برنامج استثنائي أعطيت فيه الأولوية لشق الطرق لهذه المناطق، كقرية أفر النائية الواقعة على بعد 250 كيلومتر جنوبي عاصمة الولاية إليزي، والتي استفادت أيضا من بئر جديد للمياه الصالحة للشرب وسقي مختلف رؤوس الماشية بهذه الصحراء الواسعة. عند أبرق نجمة توافقنا أولي ولاية نجمة يهنان يوافقنا نجمة يا الترميم يوافقنا الوان كان وثاري ينهرن يا شو مرن شاغت ننق إنك بصاحة وتتن لي شاغت ثال لدي ما غير شو مرن ثال سنبدال اندغليض يدقلي نار سيدغل. كما استفادت القرية من برنامج جديد للسكن الريفي بهدف القضاء على السكنات الهشة، إضافة إلى انشغالات تتعلق أساسا بالصحة والتربية، وعدت السلطات المحلية بالتكفل بها في أقرب الأجال. تراسيتي تقلاد من ديريك أصديتها وضيها نختخرق القر أي هني هنا الفريق وتنت اللي فيزيون أنا هنختخرق تين نحن جماعي تطمين جرو توجيتكنا هلا أنا مور مدواي شو شوف أنا رصب يعطى أكيد أنت نري اتجهن سفران لا نري تي برا ضم ضروي نرجعه ونغري أوكي أنت تين نختي غري أنت من ما توسط إلا ولا لما توسط سيد الوالي تم لب الطلبات كل تاع اللي قدموهم المشكل السكن والماء والطريق تقريبا والفلاحة سما طلبوا باش يحفر لهم آبار تقليدية باش يفلحوا. ونظرا لوفرة المياه الجوفية وجولة أراضيها يتطلع السكان هنا إلى الاستفادة من برامج الدولة للدعم الفلاحي بهدف النهوض بهذا القطاع الهام. والدعم الفلاحي ضرورة ملحة في شعبة الدواجن بباتنة التي تشهد تذبذبا في التموين، خصوصا بعد اعتماد نظام الحصص في استيراد المواد الغذائية الأولية على غرار السوجة والذرة والمكملات الغذائية. المتابعة لنورة بن شيخ. شعبة تربية الدواجن من النشاطات الفلاحية التي تعرف تطورا وانتشارا كبيرين في السنوات الأخيرة باعتماد عدة مباني جديدة منها من هي نظامية وأخرى غير قانونية عن طريق بيوت بلاستيكية مجهزة، إلا أن المربون باتوا يعانون من ندرة وغلاء أغذية الدواجن باعتبارها العنصر الرئيس في ضمان منتوج صحي وسليم. 5 ملايين طن من أعلاف الدواجن هي كمية تحقق الاكتفاء الوطني، ومع شح العملة الصعبة وانهيار قيمة الدينار تقلصت إلى 4 ملايين طن، مما خلق تخوفا لدى المربين وحتى منتجي الأعلاف. وصلوا بعض الفلاحين في شهر جوان اللي فات لدرجة أنه كاين فلاحين ليومين الجاج تاعهم ما كلاش بسبب الندرة تاع المواد الأولية. مي اليوم الحمد لله الدولة دخلت ونحات الكوطة هذه من تاع الاستيراد وصبح المواد الأولية متوفرة، وشو يبقى عندنا الإشكال تاع ارتفاع الأسعار اللي هو على حسب ما نعرفه راهو ارتفاع في السوق العالمي. كل صباح مين تنوضي يبان لك سعر جديد، ساعة يقول لك 300، ساعة 320، ساعة 280، ساعة هذه ثانيا النوعية تاع لي زاليمونتي تاع الدجاجين يجيب لك نوعية إلا حقها لك للقارات وما عندكش الحق باش تريكلامي باش تقل بها لأنه ما عندكش بديل. إحنا المتابعة هذه نتاع المنشآت اللي تكون معتمدة أوتوماتيكمان نشوفوا لا فورمول نتاعهم لي برودوي اللي يجيبوهم ستادير لا ماتيير بروميير لي كومبليمون اليمونتير لي اديتيف لي يديروهم في لي فورمول نتاعهم، يعني واش نقول لك هذه حتى المراقبه نتاعهم ماشي يعني نظريه حتى عن طريق المخبر. نهاية جوان 2017 بعد إقرار هذا النظام بلغت الكمية التي تم استيرادها 1,764,950 طن من الذرة، وأزيد من 500,435 طن من فول الصوجة، و20,870 طن من المكمل المعدني الفيتاميني.
أشرف أمسي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي على أشغال الجمعية العامة للاتحاد الولائي للفلاحين لولاية البويرة، حيث أكد أن الاتحاد يعمل جاهدا على حل المشاكل التي يعاني منها الفلاحون على المستوى الوطني، ومجددا بالمناسبة أن الاتحاد يعمل على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع خاصة، وأنه وفى بكل وعوده تجاه الفلاحين. أنا نقول لإخواني في المستثمرات الفلاحية ونطلب منكم بأنكم تنظموا أنفسكم، إذا كان راكم منظمين رواحكم إلا في أوراق، إحنا راه جاي التنظيم اللي هو ينظم الأرض بشكل اقتصادي. الجزائر كفاها من الاستيراد، عندها أرض وأرض تسخر بها، اللي يقدر يخدم الأرض فتبارك الله حتى المستثمرين. لكني بالنسبة لمراجعة القانون، أنا من الناس، أنا عبد الله الضعيف مع الأمل الوطنية مع كل الفلاحين المحبين للبلاد والإنتاج، نطلب ضرورة وضع معالم في القانون في التعديل نتاعو اللي هو القانون 010/2010. في الانشغال البيئي وتثمينا للمناطق الرطبة، مخطط استعجالي لحماية مركب صنهاجة بقرباس بسكيكدا والمسجل ضمن قائمة رامسار منذ 2001. سهيل زيدور. 42 ألف ومئة هكتار هي مساحة هذا المنخفض الساحلي المسجل ضمن قائمة رامسار بتاريخ 2 فبراير 2001. نظرا لأهميته الدولية وخصوصياته المتميزة والنادرة بالجزائر وحوض المتوسط لمطابقته 5 من أصل 8 معايير التي تنص عليها معاهدة رامسار. هذه مكان تعشيش تاع هذه الطيور التي في رايحه تنقرض. احنا عندنا حوالي 40 نوع من الطيور المهاجره تشتي هنا، نقدروا نميو السياحه البيئيه، سياحه الصيد، سياحه لي روندوني، السياحه العلميه. هذه البحيرات والمناطق الرطبة تتغذى من مياه الأمطار والأودية مثل واد الكبير الذي ينظم جزء كبير من سيرورة الحياة البيئية والحيوانية والثروة السمكية. عندنا الباربو لوميلي وكما يقولوها القرنيط، واحد القرنيط، وهادو تسمى سيدي دي سيسباس تاع لي زودوس. وكما قلت لك، كما واحد مديريه الصيد البحري راه كما يقولوها عندهم في الواد الكبير، راهم دايرين دي كونسيسيون تاع لابيش تاع القرنيط، هادو يصدروه حتى للخارج. هذا المركب البيئي مهدد بتوسع النشاط الفلاحي والسقي من هذه المياه وتربية الحيوان، مما اضطر كوادر الغابات لإنشاء مخطط استعجالي لحماية المركب والسكان المحليين وإدراج صنهاجة قرباز محمية بيئية سياحية بامتياز. عشيته في شأن الصحي وعشية اليوم العالمي للصحة، نقف عند الاستراتيجية التي تعتمدها الجزائر للارتقاء بالخدمة الصحية، والتي تقوم على إيلاء العناية والأولوية للصحة الجوارية باعتبارها لبنة أساسية لتحقيق أهداف التغطية الشاملة. وهبة أمزال بوعزيز. الاستفادة من العلاج المجاني حق يضمنه الدستور الجزائري، وتفعيل دور الصحة الجوارية تحد الرابح فيه المنظومة الصحية بكل حلقاتها من المريض والعائلة ومهنية الصحة بكل الاختصاصات. لا بروكسيميتي عندها رول تري امبورطون في التكفل بور لا بريز اون شارج دو مالاد. بيان سور المريض يبدا بلا بروكسيميتي، اون برينسيپ يجي عنده ان بيتي ان بروبليم يبدا بلا بروكسيميتي، يروح لي بوليكلينيك ولا لي زو بي اش ولا لي زو بي اس بي، التشخيص يبدا تم، ومن بعد يفا لورينتي فير ان سونتر سبيسياليزي. مي البروبليم فوالا دي فوا يفو كيلي كورديناسيون. 2016 يعني تم التكفل بمليون و200 حاله استعجاليه على مستوى هذه العيادات. اما 2017 فلحقنا الى 1,400,000 حاله استعجاليه على مستوى العيادات الخدمات المتواجده اللي تعمل بدوام 24 ساعه على مستوى العاصمه، وهذا يعني تقريبا 45% من مواطنين ولايه العاصمه اللي تم التكفل بهم على مستوى هذه العيادات. النقائص اللي سجلناها الا وهي في بعض خاصه الموارد البشريه فيما يخص يعني الاشعه.
تواجه الجزائر اليوم واقع الأمراض غير المتنقلة، يتوجب عليها الإسراع في تطبيق مخططات الوقاية من عوامل الإصابة من جهة، والسهر على الحفاظ على مكتسبات الصحة كالتطعيم مثلا. الصحة الجوهرية لقد بدأت تبين النتائج تاعها، النتائج الإيجابية فيما يخص المواطن. المواطنين راهم ما يلقاو صعوبات باش نتكفلوا بهم فيما يخص بخاتيكم كل السبيشاليتي. عندنا الباغومتر تاع السكر، تاع داء السكر في دار البيضاء، وانه من احسن المراكز اللي تكفل بمرضى داء السكر. عندنا دي ريفلكس فيما يخص التلقيح، فيما يخص لا بي ام اي، فيما يخص ابعاد الولادات لسباسمون دو نيسونس. 273 مؤسسة صحية عمومية و 1706 عيادات جوارية متعددة الخدمات، بالإضافة إلى 6207 قاعات علاج و 15 مركزا استشفائيا جامعيا، هي من بين المؤسسات الصحية التي تسعى الدولة بواسطتها لضمان التغطية الصحية عبر الوطن. إلى ولاية الأغواط الآن، حيث القطب الديني قيد الإنجاز، والذي سيكون منارة لتحفيظ كتاب الله وتلقين العلوم الشرعية وفق المرجعية الوطنية، يقول عبد الوهاب دحماني. بمحاذاة الطريق الوطني رقم 1 يقع المسجد القطب، صرح ديني يتم إنجازه بولاية الأغواط، يتربع على مساحة 3 هكتارات ويتسع ل12,000 مصلي ومرافق دينية وخدماتية أخرى. لما لهذا الصرح الديني الثقافي من أهمية كبرى في حياة المجتمعات، وخاصة في حياة القاطبة والساكنة تاع ولاية الغواط. الشيء اللي كذلك لازم ننوه به هو أنه مشروع اللي يتوفر فيه جميع الاعتمادات المالية. الهدف أو المبتغى أنه مع نهاية السنة إن شاء الله نستلم هذا المرفق هذا إن شاء الله. بعد الانتهاء من إنجاز الأشغال الكبرى للمسجد، انطلقت مرحلة الأشغال التكميلية، أشغال تنجز وفق خصوصيات الهندسة المعمارية المغاربية وبمواد بناء محلية. هنا النموذج الابتدائي للتغطية الداخلية، تتمثل خصوصا في الزخرفة اليدوية التي تعتمد على أيدي انحرافية محلية ووطنية، واستعمال تقنيات حديثة في الإنجاز التي تعتمد أساسا على السرعة في الإنجاز والدقة، حيث قدر إنجاز هذه الأشغال ب 14 شهر. مع دخول حيز الاستغلال، سيكون المسجد القطب بالأغواط منارة لتحفيظ القرآن الكريم وتلقين العلم الشرعي وفق المذهب المالكي. استذكرت بلدية الحراش والأمانة الولائية للمجاهدين بالعاصمة ومتحف المجاهد الذكرى 86 لمجزرة العوفية بالحراش، والتي راح ضحيتها سكان القرية كلهم على يد قوات الاستعمار الفرنسي، حسب ما أبرزه مؤرخون ومجاهدون في مداخلاتهم. في جديد النشاط الحزبي، وخلال أشغال دورة الاستثنائية 7 لمجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم التي تعد الدورة الأخيرة قبل انعقاد المؤتمر الوطني 7 للحزب في 10 مايو القادم، أكد رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أن الحزب يسير دائما وفق منهج الإصلاح والتغيير في ظل الانسجام والتكامل. كانت العهدة 5 التي لم يبقى منها إلا شهر ونيف، جزء من هذا المسار انتبهنا فيها إلى التغييرات الكبرى التي وقعت في المحيط الدولي والإقليمي والوطني، وما هو متوقع من احتمالات وسيناريوهات، فرصبنا ما يناسب من الرؤى والخطط، وها نحن نستعد للمؤتمر 7 الذي سيكون محطة أخرى للتطوير والتحسين بما يثبتنا على هويتنا ورسالتنا ويفتح الآفاق لرؤيتنا وأهدافنا. من جهته، الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد حجيلاني دعا إلى الحوار الفعال لمواجهة العقبات الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الوحدة الوطنية، وهذا خلال لقاء مع المنتخبين المحليين بالبويرة. نحن في الأفافاس نناضل من أجل حق في اكتساب الحقوق، لدروا دافوار دي دروا، كما كان يسعى الراحل حسين أي تحمد. هذا المسعى لا يزال قائما في نشاطنا السياسي، في نضالنا للمتناهي. أيها الإخوة والأخوات،
إن حزب أسس من طرف وطنيين على غرار حسين أيت أحمد لم ولن يغير من خطه السياسي. حزبيا أيضا وفي لقاء جهوي لحزب العمال بولاية الجلفة، دعت الأمينة العامة لويزا حنون دعت مناضلي الحزب إلى العمل والتنسيق والمشاركة في وضع الأهداف السياسية المرحلية للحزب. سوف تجتمع اللجنة الجهوية اللي يجتمع فيها القياديين والمسؤولين تاع المكاتب الولائية للتدقيق في الحصيلة نتاع النشاط السياسي والتنظيمي، ثم لتحديد الأهداف المرحلية ولفتح النقاش يعني مع كل هذوما المسؤولين. في الخبر الرياضي في كرة القدم بالتحديد، افتتحت اليوم الجولة 26 من المحترف الأول بمباراة واحدة جمعت شباب قسنطينة وشبيبة الثورة التي أطاحت بالرائد بهدف واحد دون رد، سجله عبد الرحمن بورديم في الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء. وفي الرياضة العسكرية، نظم الجيش الوطني الشعبي وطبعة 12 لنصف الماراثون انطلاقا من المركب الأولمبي محمد بوضياف وصولا إلى مركز تجمعات وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون، وذلك بمشاركة 12,000 رياضية. المتابعة لعبد الحفيظ شايف. هذه التظاهرة الرياضية الوطنية العسكرية الجماهيرية أصبحت من تقاليد الجيش الوطني الشعبي بفضل النجاح الكبير الذي حققته خلال طبعاتها السابقة والهادفة إلى تحسين القدرات البدنية والنتائج الرياضية للأفراد. وأشرف على افتتاح نصف الماراثون 12 أو في طبعته 12 العميد عمر قريش مدير الرياضات العسكرية بأركان الجيش الوطني الشعبي. أتقدم باسمي الخاص وباسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير إلى السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى على احتضان هذه التظاهرة الرياضية العسكرية الجماهيرية والسهر على توفير كافة الشروط الضرورية من وسائل بشرية ومادية سعيا منه لإنجاح هذا الحدث الرياضي الوطني العسكري. 12,000 رياضي ورياضية وهو رقم قياسي. الانطلاقة كانت من أمام المركب الأولمبي محمد بوضياف ملعب 5 جويلية قرزيز من المركز تجمع وتحضير المنتخبات الرياضية العسكرية يفوز بهذه الطبعة 12 بعد تحصله على المرتبة الأولى. السباق يعني كان صعب شوية من ناحية الفريق الوطني ناحية زملائي، والحمد لله يعني فرط السباق تاعي يعني فوز بالمرتبة الأولى. لدى الإناث الانطلاق كان بمحاذاة مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بدال إبراهيم، وتمكنت العداء المتألقة بندربال مالكة من وحدة التدريب والتدخل للحماية المدنية بالدار البيضاء من الحصول على المرتبة الأولى. نشكر المدير العام للحماية المدنية وقائد الوحدة اللي راهم موفر لنا كل الإمكانيات. ووزعت في الأخير الميداليات والكؤوس على الفائزين بالمراتب الأولى من مختلف الفئات العمرية 18 سنة إلى 60 سنة، وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية وممثلين عن الأسلاك المشتركة. وفي الرياضة القتالية، احتضن المعهد العالي لتكنولوجيا الرياضة تربصا لفائدة عدد من الرياضيين من الفئات الصغرى. يقول يوسف تافر. بحضور أول مؤسس لرياضة الأيكيدو في الجزائر الأستاذ لازيلي حسن، عرف التربص المفتوح لمدرستي الحمامات وبئر خادم مشاركة واسعة لكل الفئات تحضيرا لمسابقة تحديد الرتب والأحزمة. الحمد لله، الله يبارك عندنا الدراري ما شاء الله، هم يحبوا باش يتعلموا الرياضة باش يروحوا لبعيد، حنا مادا بينا باش يتعلموا باش لا بريباراسيون تاع باسو دو غراد لا سيزون تاع لا نوريو لهم كيفاش يخدموا. كي دخلوا في الايكيدو زادوا تكالماو وتحلوا في شي صوالح محسوب، شغل عرفوا شي صوالح اللي ما كانوش يقدروا يعرفوهم في الحياه العاديه نورمال. دونك الايكيدو يعاون بزاف سيرتو لونفون من الناحيه الاخلاقيه ما نضربوش مع بعضنا، كاين من ناحيه الاحترام كاع نحترموا بعضنا وان شاء الله نكملوا على هذا. نعم كاين تكنيكات
كاين لعبة مع الشيخ عبد الرحمن ونخدموا مع الباطون دي تكنيك. Je conseille de suivre parce qu'ils sont sur la bonne voie. Voilà. Il ne faut pas qu'ils arrêtent. Il ne faut pas. Il faut qu'ils prennent leur courage à deux mains et qu'ils laissent leur garçon ou leur fille faire de l'aïkido. الأيكيدو رياضة وثقافة ودفاع عن النفس وتحكم في القدرات البشرية وممارسة تعرف انتشارا كبيرا في كل أنحاء الوطن. إلى أجواء الفن والتنافس وضمن فعاليات مسابقة ألحان وشباب بالقاعة البيضاوية، يتجدد الموعد سهرة اليوم مع البرايم الخامس من الطبعة الثامنة. من هناك تلتحق بنا زميلة مليكة خليفة شويط. مليكة، ما هو المميز في البرايم الخامس هذا؟ مساء الخير أمينة. في هذه اللحظات الجمهور يترقب وينتظر انطلاق المنافسة بعد قليل. إذن هو البرايم الخامس للطبعة الثامنة لبرنامج ألحان وشباب، وكما جرت العادة هناك أربع متسابقين سوف يتأهل منهم اثنان للدور المقبل. الصوت وهم مختار، نور الهدى، شروق وبدرو. إذن الصوت الأول يختاره الجمهور عن طريق التصويت، أما الصوت الثاني فيكون من اختيار لجنة التحكيم. وسوف يشارك في الحلقة الفنان مزيان أميش الذي يشارك المتسابقين الغناء. للتذكير فقط أمينة، فإن نسبة مشاهدة برنامج على مواقع التواصل الاجتماعي بلغت 8 ملايين مشاهدة وأكثر من 250 ألف متابع على صفحة الفيسبوك، وأيضا أكثر من 3 ملايين تفاعل. وفي الأخير نتمنى مشاهدة ممتعة للجمهور وحظ سعيد للمتسابقين. حظ سعيد كما قلت مليكة للمتسابقين. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. نذهب إلى عين صالح، إلى عمق صحرائنا. عين صالح هي تحفة، لنختم أقول هي تحفة ذات قيمة فنية وجمالية من عمق تراث منطقة تيدكيلت. أبدعها فنان من مشتقات النخيل وحولها إلى مجسمات ترمز لتاريخ الجزائر. صبري نسل. راني في الدار نشعل جدي الوالد هذا راني مستحفظ بها باش على الاقل تكون باش الاولاد يدوا الفكره. تداعب انامله جذعها ليبحر في عوالم من الابداع، جذورها من عمق الاصاله وروحها من روح الانتماء. هذه معركه يقولها معركه تغمشه، ماتش فيها قريب 100 ولا 200 ماتش فيها. انا في العمق نتاعي الجزائر، في العمق نتاعي خاطر شنا قبضنا نصيب، ما نقولوش نلحقوا لا ولا لاباج، لا لا شفنا كيفاش فرنسا كيفاش كانت تعمل في جدودنا. الارض الوطنيه دخلت فيا زين وما نقدش ننساهاش. الارض الوطنيه ودخلت في مقام الشاهد و62، علاش درت هذه 62؟ باش تدخل دخله فيها زين، وباش على الاقل الشباب والجزائريين يكونوا هذه 62 تاع الاستقلال. هذا كل امن، كل امن هذا راه ضير. شوف الشمل من الصبغه امنيه. المبدع عثماني عقداني ونيف من الابتكار، جال وصال فيها في ربوع الوطن حاملا على كفه ايقونه ورمزا من تراث اجدادنا. تاع الفكره تاع إلى التذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا اليوم. شهداء ومئات المصابين في اعتداءات على مسيرة العودة الكبرى شمال غزة.
والفلسطينيون يتمسكون بحق العودة في جمعة ثانية للصمت. البرامج التنموية تنعش المناطق النائية بإليزي. ووقفنا في النشرة عند معاناة من فقدوا الوصال مع فلذات أكبادهم بعد رحلة مخاطرة على قوارب الموت. الجزائر ضيف شرف في معرض تونس الدولي للكتاب وحضور مميز لمئات الناشرين والكتاب. في اليوم العالمي للصحة إدراج الخدمة الجوارية ضمن الأولويات. وفي الانشغال البيئي مخطط استعجالي لتصنيف مركب صنهاجبس كيكدام محمية طبيعية بامتياز. شكرا مشاهدينا على المتابعة والسلام عليكم.